السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بلس. إن شاء الله النهاردة تكملة للجزء الأول من إيمج بروسينج. إن شاء الله النهاردة دلوقتي هنشرح الهاي باس فلتر. شرحنا المرة اللي فاتت اللو باس فلتر. الهاي باس فلتر ده إحنا قلنا إنها بتستخدم في اكتشاف الحواف الإيدج ديتكشن من أمثلة تطبيقاتها يعني، وإن الكيرنال فيها بتكون مجموعة صفر على عكس الكيرنال اللي هي بتاعت اللو باس فلتر بيبقى مجموعة واحد اللي هي 1/9 لو جمعتهم كلهم هيطلع واحد. عندنا هنا الكيرنل بتاعت الهاي باس فلتر بيبقى مجموعة صفر. يعني ايه مجموعة صفر؟ يعني مثلا ايه بيبقى هنا مثلا 4 هنا وهنا سالب واحد وهنا سالب واحد وهنا سالب واحد وهنا سالب واحد وبيبقى هنا صفر وصفر وصفر وصفر، يعني قيم ملهاش اي لازمة. او بتكون هنا 8 وبيبقى كلها هنا سالب واحد لو انت عايز تتأثر برضو بالبكسلات اللي انت اللي حواليك دي برضو. مجموعة هنا صفر. تعالى كده برضو نشوف مثال هنا. لو انا مثلا عندي صورة هنا في هنا حتة بيضة وحتة سودة، فلو انا ماشي كده فاهم، انا ماشي كده كده شايف افضل شايف شايف، بعد كده بخش على الاسود. الحتة دي اسمها ايه؟ اسمها ايدج. دي حافة ان في تغير كبير في الانتنسيتي او في تغير في قيمة البكسلات اللي انا ماشي عليها. طب ازاي نديتكت الكلام ده؟ ولو مثلا ناخد الكيرنه دي ونمشي بيها مثلا نحطها في البكسل اللي هنا، مثلا هنقول 4 في 255 زائد سالب 1 في 255 في 4. هنا سالب هنا 255 لما بتضرب في سالب 1 اربع مرات وهنا مضروب اربع مرات كمان، موجب وسالب بيروح مع بعض يبقى الاثنين صفر، فقيمه البكسل هنا هتكون بصفر. وكذلك الحال مع الحته دي كلها كده، البيضه دي كلها والسوده دي كلها برده كلهم هيبقى صفر الا الحته دي. تعالى كده مثلا نشوف ايه اللي هيحصل هنا. ولو مثلا يعني مثلا احنا هنحط الكيرنل دي عند النقطة اللي هي البكسلات اللي هي السودا اللي هي جنبها بكسل بيضا على طول دي، فهنا نقول صفر في اربعة بكام؟ بصفر، وسالب واحد في صفر بصفر، وسالب واحد في صفر برضه بصفر، وسالب واحد في صفر بصفر، سالب واحد في 255 بسالب 255 فهتبقى بصفر. طب خلينا نروح عند البكسل اللي هي جنبها، البكسل اللي هي بيضا دي قبل ما بيخش يعني جنبها هنا ايه الصفر، بس قبل ما يخش عليها فاهم. فاحنا هنقول هنا 255 في 4 اي رقم مثلا، هنطرح منها 3 255 عشان كل سالب واحد بتضيع واحد من الاربعه، والسالب واحد دي اصلا مضروبه بصفر اللي هي البكسل اللي جنبها على طول. ف 255 في 4 ناقص 255 في 3 هتطلع لي 255، فقيمه البكسل هنا هتكون 255، وكذلك عند كل البكسلات دي. فكل البكسلات دي هتكون منوره فاهم، ما عدا هنا وما عدا هنا. بمعنى اخر يعني ان البكسلات اللي متشابهه في اللون بتاعها هتكون قيمتها بصفر، لكن البكسلات اللي هي فيها تغير كبير البكسلات دي هتكون برقم كبير ب 255 على حسب برضو الثريشولد اللي انت بتحطه. فده كان مثال على الهاي باس فلتر. تعالى بقى نروح بقى اللي احنا كنا قلنا ايه، احنا شرحنا النون لينير اللي هو النون لينير. النون لينير بقى ده معناه ايه؟ النون لينير هي برضو مشابهه لللينير شويه، يعني في كيرنل او كل حاجه، بس كيرنل من غير قيم. ازاي يعني الكيرنل دي ما بيبقاش لها قيم زي اللينير، وكمان ما بيكونش فيها عمليات حسابيه. ازاي؟ لو ناخد مثال كده مثلا احنا عندنا كذا نوع من يعني في انواع كتير من النون لينير، بس هناخد مثلا نوع اسمه الميديان فلتر او المتوسط بتاع الفلتر. الفلتر ده بيعمل ايه؟ لو انا مثلا عندي صوره اللي هي مثلا اللي هي البكسلات اللي هي الاحمر دي اللي هي 1 2 3 6 5 دي، وعندي كيرنل 3 في 3، الكيرنل دي بتتحط على طبعا احنا هنا السنتر بيكسل هنا هو اللي بيتحط على الاربعه، فالعمليه هتطلع في البكسل اللي هي قيمتها 4. فبنيجي هنا نرتب البكسلات دي، فمثلا هيبقى عندنا 1 2 3 4 5 6. خلي بالك بنرتبها بالانتنسيتي، يعني مش بنرتبها يعني مش هو انا خلي بالك انا هنا ايه ملخبط، بقول هنا 1 2 3 6 4 5 9 7 8 اللي هو بيرتب الانتنسيتي بالانتنسيتي مش بالموضع، يعني هيقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كده هو رتب البكسلات فاهم. بيجي هنا بقى احنا عندنا الميديان فلتر بيعمل ايه؟ بينقل البكسل اللي في النص ويحط ويبدلها بالبكسل بتاعت البكسل اللي احنا بنعمل عليها العمليه، يعني بدل ما تبقى 4 تبقى 5 اللي هي البكسل دي تبقى 5 دي، لان هي المتوسط اللي بين دي وبين دي.
هي دي الميديا فلتر. في برضو في الماكس فلتر. الماكس فلتر ده بدل ما بيجيب الميديا لا بياخد اللي هو الكبير اللي هو التسعة. وفي برضو اللو فلتر اللي هو بياخد الرقم واحد ده. فهو ده النون لينير، هو ما فيش اي عمليات حسابيه بعكس اللينير، لا هو هنا بس بيرتب البكسلات وبياخد انت بقى على حسب بقى انت عايز تاخد الميديان ولا الماكس ولا اللو. هو الاهم بيكون الميديان، يعني ان هو ليه اهميات كتير يعني في الميديان، وبيستخدم اكتر يعني بدا اكتر من الماكس واكتر من اللو. فبس كان فيديو بس بتاع النهارده، شرحنا كملنا فيه الهاي باس فلتر والنون لينير فلتر. في حاجه تانية عايز اوريها لك برضو اللي هي الشاربنج. الشاربنج ده نوع ثالث من الهاي لو باس فلتر والهاي باس فلتر. الشاربنج ده ميزته ان هو بيجمع لك بين الخاصيتين بتوع اللو باس فلتر والهاي باس فلتر. يعني اللو باس فلتر ايه بتقول ايه؟ بتقول انها ما فيهاش ايدج ديتكشن، فاهمني؟ والهاي باس فلتر فيها ايدج ديتكشن، بس الهاي باس فلتر بيطلع الايدجز بس، اي بيكسل تانية زي بعض بيكسل زي بعض بيخليها بصفر. لا هنا في الشاربنج بيعلي قيمه الحافه دي، بيعلي قيمه الحافه وبيحافظ برضو على البكسلات اللي هي الصفرة اللي البكسلات اللي زي بعضها. بس هو احنا بس بنعدل في الكيرنل بتاعت الهاي باس فلتر، فاحنا بنزود بس عليه على مثلا احنا في من شويه قلنا اللي هي سالب واحد وسالب واحد وسالب واحد وسالب واحد، والانوتشر اللي هو السنتر بيكسل بيبقى اربعه عشان يبقى مجموعه صفر. لا احنا بنخليها خمسه بنزود عليها واحد. تعالى بس تعالى كده ايه نجرب ان احنا نطبقها على البكسلات البيضه دي. فاحنا هنقول هنا 255 في سالب 4 تبقى سالب مثلا 1000، و255 في 4 اللي هي الهاي باس فلتر ب 1000 موجب 1000 وسالب 1000 يروح مع بعض. بس احنا هنا بنزود واحد، فاحنا هنا معناها ايه؟ ان احنا بنبقى 255 في 5، فهنقول مثلا 1025 1255، فهتبقى قيمة البكسل هنا تفضل زي ما هي 255. طب تعالى على الحافة هنا. طبعا هو ده مثال يعني، فاحنا هنا بنقول ايه؟ احنا هنا قلنا 255 في 5 نقول مثلا 1255 وصفر، و 255 في سالب 1 في 3. فالفرق خلي بالك بالسالب بين السالب والموجب كبر، فقيمة البكسل هتكون عالية. طبعا هي ما بتكونش 255 وكده لانها اساسا واضحه، يعني هو الحرف هنا واضحه قوي يعني، فاهم؟ لا مثلا في ارقام مثلا تكون دي مثلا 100 هنا وفي هنا تكون صفر، لا بتعلى يعني قيمه البكسل بالحافه دي بتعلى. هنشوفها كده بامثله برضه في الشاربنج ان شاء الله، انها بتستخدم في ان انت بتوضح الكلام اللي في الكتاب. مثلا لو في عندك مثلا صفحه في كتاب الكلام بيبقى باهت شويه بتاع الكلام، لا بالشاربنج بيزود سطوع الكلام ده شويه. لو مثلا قلت لك هو مثلا لو دي قيمه لو دي مثلا مش 255 بيضه او لا هي 100 بس، فاهم؟ وهنا في صفر اللي هو الجزء اللي هو البكسلات فيه 100 وجزء اللي هو بصفر. فلو احنا مثلا طبقنا على البكسل اللي هي 100 دي اللي هي قبل الحافه قبل اللي هي البكسلات السوداء على طول، فهنقول 100 في 5 بكام؟ ب 500. و100 في سالب 1 100 في 3 سالب 1 يعني 300، يعني سالب 300، فاهم؟ وطبعا دي صفر في سالب واحد بصفر، فهنا سالب 300 وهنا 500 فهتبقى 200. فبدل ما هتكون البكسل اللي هي هنا دي ب 100 لا هتبقى 200، فانا زودت السطوع بتاع البكسل بتاع، فاهمني؟ عشان تبان اكتر. هنا بقول له هنا في حافه هنا، بس لو جيت انا طبقت هنا برضه هتطلع بنفس قيمتها، يعني 100 في 100 في 5 و100 في سالب 4 هي تفضل 100، لان انا بحافظ على قيمه البكسل بتاعتها. هنشوف ده كله بامثله ان شاء الله في الامجو سي في. بس ده كان درس النهارده بقى، درس النهارده. واركو يكون الدرس نال اعجابكم، لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو ما عجبكش حط لايك، ولا انا ما عجبكش ليه نركوه بدرس اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.